سعداء بعودة هذا المهرجان لأهمية المهرجان بتاريخه العريق وأهميته الحقيقة في المنطقة العربية ككل، وكمان مهم لأن الحقيقة في دول كثيرة جدا بتشارك معانا. طبعا كان بيتعذر العام الماضي، ولكن الحمد لله السنة دي عندنا 8 دول مشاركة معانا. هذا المهرجان له أهمية كبيرة جدا عندنا كلنا كمصريين، قبل ما نكون الإسماعيلية الحقيقة كلنا كمصريين هذا المهرجان له تاريخه العريق ونجاحاته الكبيرة والسابقة شجعتنا ان احنا يعيد هذا المهرجان بقوة، وان شاء الله يكون يعني على المستوى اللي احنا بنتمناه هذا العام بإذن الله. احنا النهاردة المهرجان 21 من مهرجان الفنون الشعبية في محافظة الإسماعيلية. يمكن محافظة الإسماعيلية بتتميز بالمهرجان ده، بتدعو فيه فرق أجنبية وفرق مصرية من مختلف المحافظات، يتبادلوا الثقافة والحضارة والتراث الشعبي اللي موجود عندهم. السنة دي الحقيقة أضفنا ليه معرض للفنون التشكيلية، وأضفنا ليه برضو معرض للكتب الثقافية، بحيث يبقى فيه زخم في المهرجان، ما يبقاش فقط قاصر على الفنون الشعبية، يبقى فيه جزء من الفن التشكيلي، ويبقى فيه جزء من الثقافة من الكتب المختلفة. المهرجان في دورته 21 بيقام في مدينة إسماعيلية، مهرجان إسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، مشاركة دول متعددة ومشاركة الفرق القومية للفنون الشعبية الموجودين بالهيئة العامة لأصول الثقافة. بس الأول مرة يمكن إحنا بنعمل حاجة جديدة بالنسبة للمهرجان، وعلى هامش المهرجان عندنا معرض كتاب بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة، الهيئة العامة لأصول الثقافة ودار الكتب والهيئة العامة للكتاب، وعندنا معرض فني تشكيلي كمان. احنا المعرض من نتاج مبادرة رئيس صناعية مصر لمنطقة سيناء، اقليم القناة وسيناء، واللي بنظم وهي نتاج ورش احنا كنا بننظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية في الهيئة، وانا مدير عام الفنون التشكيلية، وانا المسؤولة عن تنفيذ الخطة نفسها. بس فاحنا بنلف بعد ما عملنا المعرض التكاملي اللي هو كان 26 محافظة اللي فتحته السيدة الوزيرة في شهر 7 مركز الهناجر، بدنا ناخد اجزاء ونلف بيها الاقاليم عشان نبتدي نعرض المنتجات بشكل افضل للاقليم اللي اشتغل فيه، المحافظات يشوفوا بعض بيشتغلوا ايه. المهرجان